بسم الله. ربنا اجعلنا من الداعين إلى سبيلك القويم. آمين يا ربنا يا عظيم. لعنه الله، قال وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. دونك المسألة شد صحيح. البرسيسي مانيش مفرط فيهم، وهذا اللي قاعد يقع لكم اليوم الجاي على اسم موجودة في العالم كله. خاطر الأغلبية هي من نوع هذا، من نوع اللي توعدوا إبليس وباش يظلوا باش يوم اللي هو حر وينفط في روه اللي هو يدافع عن حريته، كيما الكلب المكرون اللطخة اللي مش جيب له مصايب اللي يؤمنوا به وانتخبوه ومازالوا يفكروا باش ينتخبوه مرة ثانية. الناسو أنهم يغلبون الرحمن فيسخط عليهم بالليل ويغضب عليهم بالنهار وهم لا يعلمون. وربما فميك الفدائيين المسلمين الحقانيين مش يجبوا يضربوا ضربتهم، لأنه اللي مش يتعنت معانا ويوغل في اتهامنا ما ليس فينا نصبح فعلا إرهابيين. وهذا قلنا لا إرهاب احنا أصلي، بل إرهاب كما تقول أنت ناتج عن إرهاب أعدائنا. احنا لسنا مخطئين، احنا ندافع عن أنفسنا دفاعا شرعيا. ولهذا إذا كان أنت جبت لها فيها النار، أنا اللي هبك النار وكما تغذى بك قبل أنت ممكن تتعشى بي. احنا ناس نمنو بالتقية، دونك ما تعرفوناش اخوان الشيعة، البعض منهم بارك الله فيهم يقولوا اللي التقية لازمة، لأنه جرى ما جرى على يد كلاب الصهاينة وكلاب بني أمية وبني العباس وغيرهم في حق ملا أسيادهم وسيداتهم آل البيت عليهم الرضوان والسلام.